أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه جميل جدا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الله أكبر ما شاء الله عليك أحسنت سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
الجنة، صوت الجنان، مزامير الآل داود. الله عليك. الله عليك. وكفى بالله حسيبا. أحسنت. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. عليك أحسنت يا شيخ. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله أكبر. وكان الله بكل شيء عليم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم. الله ما شاء الله عليك.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ما شاء الله عليك. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
يحفظكم. عيد يا شيخنا يا مولانا. حاضر حاضر حاضر. ورفقا بنا مليك المقامات. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ونحن على ذلك من الشاهدين. صدق الله العظيم.